هذا صحيح. عليكم السلام يا مرحبا وسلام. شرفنا طال عمرك هنا. هلا وسهلا. حياك الله. احنا طيبين لكن صبحكم الله بالخير جميعا. مرحبا معكم فارس وسعود القحطاني. ونعم اليوم العمر 28. نعم وعندي كل شيء كل شيء طيب قدام الشاشه ومن تحت الشاشه والامور طيبه. ها لي في التقديم وريالتي ان شاء الله عالي وعطنا مده 30 ثانيه تقديم الان قدم لنا اي شيء حوار او الان قدامك الشاشه نبيك تتكلمنا بدور مقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ضيوفنا عزيزين علينا جايين اللي من الجنوب والشمال وذا بنتعرف عليهم قدامكم. انت 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 جاي هنا ترحب بضيوف ولا بتقلطهم؟ لا ابي دور بقدم الضيوف بقدم الضيوف انا بجي معهم أعرفكم على كل ضيف. لا أنت الآن ماسك حوار تقديمي تلفزيوني. أيوة. جالس على الطاولة معك ضيوف. يلا عطنا سؤال عطنا سؤال أنا بشكل جدي يعني كأنك مقدم جدي ما بيك ترحب كأنك مقلط على العشاء. أحمد الولد عنده مواهب كثير يا أحمد. خليك أنت قلت لي حاجة وهو قال لي حاجة وش اللي أنت اللي تبي اللي تبي أسأل الأشخاص الموجودين ولا يقول لي اللي تبي اللي تبي اللي أبي اللي أنتوا تبون طال عمرك وش سؤالكم وش لي وأنا جاوبكم عليه. أنا بتأنا عشان أنا لو رحت معه قال لا لا أنا بس شخصية مقدم مقدم اللي في التقديم. لا وش اللي بارزة فيك التقديم تقديم إيه يلا خلي أعطي. طيب قدم إني ما أخذ الأول من المزايا أنا مشيت. الله أكبر عليك يلا مثل سلطان حميد ولا أنا لا 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 أنا 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 بقدمي أنا وأحمد وأنا عبد الله بين تحدي وأنا خيت لو خذابها وكان يا رجل لا تقدم عش عش الدور خلك من زاي قدم إنك الآن في البراير عطوا فرصة عطوا فرصة عطوا فرصة أسلم بس دخلني لا مساكم الله بالخير أم الآن تحدي بين أحمد وعبد الله خماش الله ما تتوقعون مساكم الله بالخير واليوم معنا تحدي بين أصع منافسين مسعود بن شعبون ومحمد هو محمد الخماش وبهاج الأكلبي حراج واللي خذ الأول حراج حراج بهاج الأكلبي يستاهل الأول يستاهل الأول الله أعطاك مسبحة من بهاج فارس الله يطول عمرك فارس شكرا لك فالك طيب إن شاء الله فالك توفيق اكتفينا ويعطيك الصحة والعافية الله يبيض الله يرضى عليك شكرا الله يهينكم يعطيك العافية ونكون خبيبين عليكم طال عمرك الله يعزك السلام عليكم آسفين على الإزعاج وياك انتبه على نفسك يا مرحبا صلاة يا حوتي غالي على راسي موفق سم الله يرضى عليك شوف المدير عند الباب سلم عليه